رئيس مجلس النواب يؤكد أن حادث قطاري سوهاج أظهر مدى تلاحم شعب مصر والمعدن الأصيل لأهل الصعيد. مجلس الوزراء يرصد جهود توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للمصريين. والفريق أسامة ربيع يعلن وصول القاطرتين الجديدتين للمشاركة في مناورات شد سفينة الجانحة. موجز لأهم الأنباء، وإليكم التفاصيل، حيث أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن حادث قطاري سوهاج أظهر مدى التلاحم بين الشعب المصري والمعدن الأصيل لأهل الصعيد، حيث تسابق الجميع لإنقاذ المصابين والتبرع بالدم في هذا الحدث الجليل، موضحا أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين. وقال رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم إن مجلس النواب يتابع من خلال لجانه النوعية وعلى الأخص لجنة النقل والمواصلات تطورات الحادث لحظة بلحظة وما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وأشار إلى أن المجلس سيقوم بدوره الرقابي عقب إعلان نتائج التحقيقات مستخدما في ذلك كافة أنواع الرقابة البرلمانية. وأشاد رئيس المجلس بالتحرك السريع من قبل كافة جهات الدولة إزاء هذا الحادث الأليم، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أنواع الدعم لضحايا الحادث. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن بيانات تسلط الضوء على جهود الدولة في توفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس. وكشف التقرير عن أنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، وكانت هيئة الدواء المصرية قد منحت ترخيصا لمصنع لإنتاج العينات الأولى التجريبية بعدما تم نشر بحث عن اللقاح المصري في دوريات علمية عالمية، وبعد نجاح التجارب على الحيوانات، وستكون مصر بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بسواعد مصرية 100%. التقى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث ومبعوث الاتحاد الأوروبي مارينا فاريلا للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد. وأكد وزير الري على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، مضيفا أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، مشيرا لسعي مصر لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليوم بأن جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جرين مستمرة على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارا وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر. وأوضح رئيس الهيئة أنه من المقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين القاطرة عبد الحميد يوسف والقاطرة مصطفى محمود للمشاركة في مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد 70 طن وانتهاء تجارب البحر وتجارب التشغيل، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم التي تواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المعاونة. أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض أنه من المقرر أن تصرف الهيئة معاشات شهر أبريل بما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، منهم 2.4 مليون مستحقي الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس بتكلفة إجمالية تقدر ب 25 مليون جنيه، وذلك بدءا من يوم الخميس الموافق أول أبريل. وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه ما زال العمل قائم بنظام تقسيم عمليات الصرف إلى ثلاث شرائح لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كورونا.